بنات الليل. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. شجعنا على تخليص الامور بسرعه، وان كان الموضوع كان من بدري، بس قدرنا نخبيه يعني شويه. فرصه مره نخبي وانتوا قاعدين لنا على السلم وفوق لما جبنا لنا جبنا مارادونا. طبعا بنتمنى ليه التوفيق في خدمته، زمالك الاسماعيلي المصري سويس، ده فرقه واحده كلها. ناخد الاولاد معاك بقى، خد الاولاد معاك. تعالى دي بتاع ربنا مش هفضل هكذا بقى، وناخد بطولاته. ودي شعرات، انا بحب الشعرات. لينا في الملعب صح ولا لا؟ ده انا ضروري لك هناخد بتاعنا ونقعد معاك كلنا. كله على حسب. لا انا ما بصرحش. 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 افضل من اول حاله الاستقلال، افضل دلوقتي لحد المعنى الاول. والله عادي مش محتاجه. قبل الثوره. يلا يا جدعان عشان التمرين بقى يا جدعان. بس بعد الثوره. يلا عادي. عملت شغل. السلام عليكم. عامل ايه؟